قلنا بالنسبه للايدج اللي هي اتكلمنا عليها في السيمينار امبارح، والايدج والمين والفيتيل الى اخره، والسموكر والسيديتري لايف الى اخره، ماشي يا رجاله؟ طبعا في حاجات ايه بالنسبه للسيرابي، في عندنا النون دراج ثيرابي اللي هو زي ما قلنا الويت ريدكشن، الاكسرسايز، الريستريكت صوديوم، ممكن تدي بوتاسيوم بس برضه مش كتير عشان ايه؟ يعني بتدي بوتاسيوم ده بيحسن الايه؟ الاستيست بتاعت البلاتيسس. اذا كان الشخص بيشرب الكحول او سموكينج او المفروض ان هو يقلع عن هذه الاشياء. دي اللي هي ايه؟ النون فارماكولوجيكال او النون دراج ثيرابي. الاكسرسايز يا جماعه من الحاجات المهمه جدا. ليه الاكسرسايز مهم؟ مهم في حالات الهايبر تنشن، مهم في حالات نزل رجلك عايز تقعد براحتك اقعد ورا، لكن ما تقعديش قدام كده، حط رجلك على ماشي؟ رد عليا. بنقول الاكسرسايز يا جماعه من الاشياء الهامه جدا في حالات الهايبر كوليسترينيا، حالات الهايبر تنشن، في حالات الدايبيتس الى اخره. ماشي؟ بيحسن ال البرفورمانس بتاع الجسم كله. واضح هذا الكلام؟ فنصيحه يعني ان تخلي الايه؟ الاكسرسايز ده يعني التتويج حياه. انتوا لسه كلكم شباب وصغيرين، فعود نفسك ان لازم يبقى في سبورتنج لايف. بالنسبه للدراج ثيرابي زي ما قسمنا قبل كده الهايبرتنشن، قلنا في عندنا برايمري وفي سكندري. السكندري هايبرتنشن ده اللي هو نتيجه ايه؟ كوز. وده طبعا كيورابل وكنترولابل في نفس الوقت. يعني لو عالجنا السبب بايه؟ يروح الايه؟ الهايبرتنشن. بينما البرايمري هايبرتنشن ده اللي هو ايه؟ اللي هو بيقولوا عليه اسينشال، او زي ما انت بتقول عليه ايديوباثيك. ايديوباثيك يعني ايه؟ نو كوز. واحنا دايما اي حاجه ما احناش عارفين لها كوز نقول عليها ايه؟ ايديوباثيك. اللي هي ايه؟ بلا ايه؟ كوز. فعايزين نعالج المايلد والمودريت اللي هو الفيرست والسكند ستيج. بنديهم ايه؟ ستارت باي مونو ثيرابي، يا اما زي الدايريتكس اور الانالوجز بتاعته. الانالوجز برضه هتعرفوها في البلوك الجاي ان شاء الله او السنه الجايه. ده بالنسبه للالدرلي. وال ليه في الالدرلي دي؟ ندي سيازايد الناس اللي عندهم عقد فيديو. ندي سيازايد انا بنخاف من الايه؟ من البيتا بلوكرز. يعني الفيرست لاين اوف تريتمنت دايما يا سيازايد يا بيتا بلوكر. يفضل البيتا بلوكر في مين؟ الناس اللي هم صغيرين. ماشي؟ لانه عندهم الهارت بتاعهم لسه عضل فيه كويس وبتستحمل. لكن الناس الكبار في السن بت ايه؟ بتقلل بيبقى افضل هنا احنا ندي الايه؟ طيب البيتا بلوكرز في اليانج وايت والناس اللي هم عندهم انكزايتي وانجينا وتاكيكارديا، كل ده هيتلم بالايه؟ بالبيتا بلوكر. يعني كل الاعراض دي هتتلم بالايه؟ بالبيتا بلوكر. او الايس انهبيتورز في الهاي رينين والهارت فيلير والديابيتس والنيفروباثي الى اخره. احنا قلنا برضه من ضمن الايه؟ الايس انهبيتورز اللي هي ايه؟ بتفضل طبعا هي دي دراج فيرست تشويس في حالات الايه؟ كونجست هارت فيلير. يمكن حاجات انا ما قلتهاش امبارح او مش فاكر كنت قلتها ولا لا، ان ليها بريورتي في الناس اللي هم دايبيتك، لانه بيحسن الانسولين ريزيستنس. يعني الناس اللي هو السكند تايب او النوع الثاني من الدايبيتس، الراجل انه عندهم انسولين كويس بس ما فيش استجابه لهذا الانسولين. ها؟ من الحاجات اللي هي بتحسن الاستجابه للانسولين اللي هو الايه؟ الايس انهبيتورز. والقرف كذلك بس الايس انهبيتورز اكثر. طيب الكالسيوم شايل بلوكرز دي يستخدموها برضه في الاولدر اند بلاك انجينا. الكالسيوم شايل بلوكرز من الحاجات المهمه جدا في الانجينا، لان كلها ايه؟ الثلاثه اللي احنا ذكرناهم امبارح، الثلاثه فازو دايليتورز ولكن بدرجات مختلفه. كذلك برضه في بيكون منهم جزء اللي هو بيستخدم في علاج الايه؟ الاريزميا زي مين؟ زي الفيرابامين والديلتيازم. الدبل ثيرابي لو المونو ثيرابي ما جابش نتيجه بنزود بقى، يعني ممكن نحط الايه؟ البيتا بلوكرز مع السايزايد، سمول دوز اوف سايزايد. ليه؟ على في دماغنا الاثنين بيعملوا هايبر ليبيديميا. ها؟ ولكن في جانب اخر مفيد.
كذلك برضو السيزايد دايوريتكس مع الايس انهيبيتورز قلنا برضو هيعمل بالانس في الايه في البوتاسيوم وهيحسن الايفكت. ما جابش نتيجه بنحط تريبل سيرب. تريبل سيرب يعني ايه؟ 3 دراجز. في ناس بنستخدم معاهم 3 دراجز وبرضو يبقى ان كنترولبل. طيب السفير السفير هيبقى تريبل ثيرابي زي هنا زي طبعا سايزايد دايريتكس البيتا بلوكرز الفازو دايليترز. طيب السفير هايبرتنشن اللي هو دايستوليك بلاد بريشر اكثر من 115 ملي متر مركري ستارت باي تريبل ثيرابي اللي هو ده سايزايد دايريتكس الى اخره. الترناتيف تشويسز البيشنس ويز رينال امبيرمنت بدأ قدام دين الامبيرمنت يبقى ايه؟ ممنوع استخدم سايزايد. استخدم الايه؟ الدايركس. البيتا بلوكرز ار كونتر اندكيتد يوز الفا 2 اجونست ار. لو البيتا بلوكرز كونتر اندكيتد ممكن نستخدم الايه؟ الالفا 2 اجونست. ليه بقى؟ ايه العلاقه بينهم؟ ما البيتا بلوكر يا جماعه دي بتقفل بتمنع المايا والنور عن الايه؟ عن نور الجنفل. ادرينالين نور ادرينالين مش كده؟ طيب يا اما في ريسبتورز يا اما امنع خروج الايه؟ نور ادرينالين اساسا. فاللي بيحل محل البيتا بلوكرز لو هي ممنوعه اللي هي الايه؟ بري سيناتيك الفا 2 هابرز. طيب الالترنتيف تشويسز الامبيرمنت اوف بيان فانكشن بتحط الايه؟ بتغير زايد بالايه؟ باللوب دايريتكس في البيتا بلوكرز خلاص. البيتا بلوكرز كونتر اندكيتد يا اما بنستخدم البرينالين والفا مثال دوبا الهايبر تنشن ريزيستنس تو زي تريبل ثيرابي برضه بنستخدم اللي هي الايه؟ حاجات الفاز باريتورز بقى اللي بتشتغل على البوتاسيوم على مستوى الايه؟ الخلايا نفسه عشان نعمل ايه؟ نجبرها على يحصل في دايلاتيشن. وما دام استخدمت فاز باريتورز يبقى هحط في دماغي ان هيحصل منها ايه؟ ريفلكس تاكي كارديا وريتنشن اوف فلويدز يبقى لازم استخدم معاها دايريتك وبيتا بلوكر. NB البيتا بلوكرز زي الدايريتكس انكريز انسيدنس اوف دايابيتس مليتس. ليه؟ لانه بيعمل هايبر ليبيديميا الى اخره. طيب النورسز اس انهبيتورز والارابس ديكريز ريسك اوف ديفلوبمنت اوف دين بتحسن ريزيستنس تو انسولين. الاس انهبيتورز زي السايزايد اور لوب دايريتكس از جود كومباينيشن عشان اللي احنا قلناه بالانس للبوتاسيوم الى اخره. الاس انهبيتور زي الالدوسترون از ايباتيك كومبينيشن برضه عشان احنا قلناه هيعمل هايبر كليب. الهايبر تنسف ايمرجنس في حالات الهايبر تنسف ايمرجنس دي بنستخدم فيها ايه بقى؟ اللي عندي اختيارين لو دايستوليك اكثر من 130 ملي متر مركري او دايستوليك اكثر من كذا وما فيش كومبليكيشن. يعني هنا دايستوليك اكثر من 130 ملي متر مركري وفي كومبليكيشن هنا ما فيش كومبليكيشن. لو في كومبليكيشن زي اللي هي ايه؟ انكفلوباسي او بابل ديما او برمدال ديما فانت بتستخدم ايه؟ صوديوم نيتروكسايد اللي احنا قلنا بيتاخد اي في انفيوجن والافكت بتاعه يستمر لمده 10 دقائق بعد ما توقف الانفيوجن وبيديك نتيجه سريعه جدا. ماشي يا رجاله؟ طيب يلاحظ في هذا ايه؟ ان انت لو عندك يعني واحد مثلا الضغط بتاعه 250 على 140 انك انت ما تعملش رابيد دروب اوف ذا بريشر. ده ممكن يؤدي الى ايه؟ يعني سيريبرال ستروك او مايكارد انفاركشن. لو ما فيش يعني لو عندي بلاد بريشر دايستول اكثر من 130 وما فيش كومبليكيشن بدي ايه؟ التريبل دراجز ولكن ممكن ازود الجرعات شويه وايه؟ ما فيش يعني ما مش محتاج انا الايه؟ ان انا احجز العيان في المستشفى و انت المفروض العيان اللي هو بيجي لك بالفورس ستيج اوف هايبر تنشن المفروض انك انت بتحجزه في المستشفى ولو خرج يخرج عن مسؤوليته. يعني تعمل له اقرار كده وتمطين هو ايه؟ خارج عن مسؤوليته الشخصيه. لكن انت المفروض تقعده عندك على الاقل 24 ساعه لغايه ما ايه؟ تعمل كنترول للبلد بريشر. ريزيستنت هايبر تنشن برضه ان هو بيقول لك ايه هي الكوزز اوف تنشن. واحد مش عايز يغير من نمط حياته واحد بيديها مخللات واحد بيعمل الدواء الى اخره.
برضو دي دراجز اللي هي بت ايه بترفع الضغط. سمباسو ميميتكس، سمباسو ميميتكس اللي احنا بنستخدمها بنستخدموها امتى يا جماعه؟ ادويه البرد، كلنا بنجيب برد ها، وفي ادويه البرد بيبقى فيها سمباسو ميميتكس. ليه سمباسو ميميتكس؟ ليه؟ عشان توقف الايه؟ الرشح ها؟ فدي بتبقى كونتر انديكيتد لو واحد عنده هايبرتنشن ماشي. كذلك برضه الكورتيكوسترويدز من الحاجات اللي هي بت ايه؟ بتعمل ضغط على الهوتر تنشا وترفع الايه؟ الضغط. سبيشال كيسز اوف هايبرتنشن. الحاجات المهمه تخلي بالك منها، حاجات بسيطه كده وتخلي بالك منها. يعني ايه؟ يعني في حالات الهايبرتنشن زي البريجنسي يبقى انت عارف. في حاجه؟ في حاجه؟ في حد عنده سؤال؟ بيقول سبيشال كيس اوف هايبرتنشن. هايبرتنشن زي البريجنسي بنستخدم ايه؟ ولو اثناء الولاده في توكسيميا بندي ايه؟ هيدرالازين. طيب هايبرتنشن زي السي او بي دي اللي هي كرونيك اوبستراكتيف لانج ديزيز او ازمة بتستخدم ايه؟ ليه؟ لان ليها سموث ماسل ريلاكسنت افكت. سموث ماسل على كل السموث ماسل بتاعت الجسم مش شرط بس بلاد بيسز. طيب الهايبرتنشن زي الدايبيتس بليتس بنستخدم ايه؟ ايه الفيفربل هنا؟ عشان بيحسن ريزيستنس. هايبرتنشن زي الرينال امبيرمنت اس انهبيتورز اور وايه الكونتر انديكيتد؟ ان استخدم زي الدايبيتس ماشي. هايبرتنشن زي الهارت فيلير بنستخدم ايه؟ الاس انهبيتورز اللي هي اساسا بتستخدم في الايه؟ في علاج الهارت فيلير بالاضافه ايه الى دايلتكس. اديشنال تريتمنت بقى في حالات الايه؟ عشان تقلل الفاسكولار كومبليكيشنز اللي هي اللو دوز اوف اسبرين والستاتين. الستاتين اللي هي الايه؟ هاي هاي بليبيديميك دراجز كده. طيب الكيس ديسكشن يلا عم جيت يلا الحاله الاوليه. Their forte is of complaining of the current attacks of headache, palpitation, and feeling unwell. دي اللي هي الحاجات اللي هي ايه؟ اعراض الهايبرتنشن. He was a heavy smoker and had a body mass index more than 35. His mass index اللي هي ايه يا جماعه؟ مقياس للايه؟ للويت. بيساوي ايه على ايه؟ الويت على حالة الويت. يعني ما شاء الله ها يعني الاكزامينيشن ريفيلد بلاد بريشر 160/115 ملي ميتر. يا ابني شو بتجيب مش سهل. كينيجا اكزامينيشن ريفيلد بلاد بريشر 160/115 ملي ميتر. بقى ستوب دي انهي ستيج يا جماعه؟ 160 على 115 السكند ستيج متفقين؟ افرض ان ده 155 على 115. برضه سكند. لا سكند برضه. الاول سكند ولا الاول؟ الموافقه الاول رفع ايده. لا هي تزيد 26 ودي انت بتاخد على الاكبر على الاعلى. 26 ودي 26 ماشي بس انت بتاخد على الاعلى. افرض ان السيستول 155 داخل ايه؟ في الاول والدايستول 115 ده تاني. دايستول. دايستول ها تاخد على الاعلى. افرض ان دايستول عندك 100 واللي فوق 170 تاخد على الاعلى تحسب على الاعلى ماشي. ريبيتد 1 3 ريبيتد 1 1 3 اوكيجنز ريبيتد اون 3 اوكيجنز اي سي جي شوت مايد اسكيميك تشينجز لاب انفستيجيشن ريفيلد باد جي اف ار. كويس برضه يعني ايه دايما احنا بنحب نستفيد من كل معلومه. احنا دلوقتي عرفنا ده اوبيز. ثاني حاجه سكند ستيج هايبرتنشن هيفي سموكر هيفي سموكر. ثالث حاجه عنده انجاين اسكيميك ايه؟ اتاكس. احنا قلنا في الاسكيميك اتاكس
بيبقى عندي فيفرابل انتي هايبرتنسيف دراكس. ايه هم الفيفرابل عندي؟ ايه هم الحاجات المفضله؟ بيتا بلوكر. البيتا بلوكر لو هي مش ستيبل. ستيبل ايه؟ ها؟ لكن وبرده في عندي حاجه ثانيه اللي هي ايه؟ كالسيوم شاين بلوكرز. قلنا كالسيوم شاين بلوكرز الثلاثه بيعملوا ايه؟ دايليشن. ها؟ اتفضل يا بيه. Physician diagnosed with Mr. Ahmed's condition as an essential hypertension with impaired renal function. ايوه دي impaired renal function كمان عشان تستبعد الايه؟ عشان تستبعد الزايدز. كل حاجه في السيناريو اللي قدامك ممكن تطلع منها ايه؟ معلومه وتبني عليها. ده احنا يعني السيناريو ده يا جماعه ملخص لحاله ممكن تجي لك في الايه؟ في الاوت بيشنت او في الكلينيك بتاعك لما عملت كلينيك. فالمفروض انك انت كل كلمه Classify hypertension and status and mention my renal pharmacological measures should be taken in this patient. يوم الهايبرتنشن ستيج قلنا عليها خلاص هي ايه؟ سكند ستيج. النون فارماكولوجيكال ده راجل ده اوبيز ريديوس ويت مهم جدا ستوب سموكينج وستوب سموكينج مش كده؟ What's what is this suitable anti-hypertensive drugs according to this scenario? يعني ايه هنا suitable بقى زي ما قلنا؟ كالسيوم شاينر بلوكر. كالسيوم شاينر بلوكر. وايه تاني؟ بس كده؟ كالسيوم شاينر بلوكر. والبيتا بلوكر. هو عنده كام سنه؟ 40 صغير يبقى ده نديله ايه؟ بيتا بلوكر برضه من الحاجات اللي ممكن تتاخد مش كده؟ ايه كمان؟ لو حبينا نديله ده ريدك نديله ايه؟ هيدرو لا اديله فروس ماي ما يديش سيزايد مش كده؟ يبقى يلزق في عندي نهوت ايه الفيرست الفيرست ستيج والسكند ستيج في عندي لاينز معينه بتستخدم اللي هي الايه بيتا بلوكرز و الدايركتس ماشي؟ بيتا بلوكرز والدايركتس الدايركتس هيختار منها الايه؟ سيزايد البيتا بلوكر مهم قوي في هذه الحاله برضو عشان ايه؟ عشان بيقلل الورك اوف ذا هارت ويحسن الانجينا ماشي؟ كذلك برضه من الحاجات اللي انا ما انساهاش كالسيوم شاين بلوكرز. كالسيوم شاين فافرابل برضه في حالات الايه؟ الهايبر تنشن مع انجاين. ماشي كده؟ اتفضل يا ريس. منشن ذا ميكانيزم اوف اكشن اند سايد افكتس اوف تو بوزن دراكس. طبعا البيتا بلوكرز انت يعني لما اجي لك حاجه بالشكل ده هتقول لي الميكانيزمات بقى البيتا بلوكرز بتعمل ايه على على البرين سيديشن وعلى بتعمل بلوك للدي سينابتك بيتا فتقلل الريليز بتاع النور ادرينالين على الكبني بتعمل انهبت الايه؟ مش كده؟ انهبت الرينال ريليز على الهارت بتعمل ايه؟ بتقلل الهارت ريت والكونتراكتيليتي فتقلل الكارديك اوتبوت فتقلل الايه؟ السيستوليك ده بالنسبه لايه؟ البيتا بلوكرز. بالنسبه للكالسيوم شانل بلوكرز دي اهم حاجه انها بتقفل لي الكالسيوم شانلز وبالتالي بتعمل انيبيشن للكونتراكشن في البلاد فيسز فبتعمل دايليتيشن فين؟ في الارتريوز. ماشي يا رجاله؟ ماشي. اتفضل. If you decided to add a diuretic to your patient, what is it and what are the adverse effects? ايه ده؟ تاني عم نجيب. If you decided to add a diuretic to your patient, what is it and what are its عشان نعرف مين اللي فاهم ومين مش فاهم. What are the effects? خلاص؟ ايه بروسامايد اند سيت ذا effects. الفيرست effects بقى اللي هي كل الليسته اللي عندك على البوتاسيوم هيعمل هايبوكاليميا، على الصوديوم هيعمل هايبوكاليميا، على البلاد بريشر هيعمل هايبوتنشن، على اليوريك اسيد هيعمل هايبر يوريسيميا، على الجلوكوز هيعمل هايبر جلايسيميا، على اليوريك اسيد هيعمل هايبر يوريسيميا، على الكالسيوم هيعمل هايبر كالسيمي. ده لو انت بتتكلم على السازايد. الاختلاف بينه وبين الفروسيمايد يا جماعه، الفروسيمايد ده عشان بودنت عامل زي التورمايد بينزل كل حاجه قدامه، ما بيعملش هايبر كالسيمي، بيعمل هايبو كالسيمي. ماشي؟ الفرق بينه وبين الايه؟ الفروسيمايد واللوب دايلاتكس اللي هو السازايد والفروسيمايد، السازايد بيعمل هايبر كالسيمي. بينما الفروسيمايد يعمل هايبو كالسيم. كالسيم يا عم الحاج. هايبو كالسيم ماشي؟ انت مش الجواب اللي هو ايه يا حبيبي؟ If you decide فروسيمايد to add diuretics
لو انت عايز تحط دياليتكس انا بقول لك الحته دي ليه؟ عشان اشوفك مذاكر ولا مش مذاكر. هنا الدياليتكس اللي ما ينفعش تحطه هو الايه؟ السيازايد. ليه؟ لان عنده امبيرد ان ينفعش. احنا قلنا السيازايد اللي عشان تستخدم شرط اساسي انه يكون عنده ايه؟ جود بتنجين اسامبشن. مفيهاش كلام. يلا حد يرجع للحاله الثانيه. يلا Female patient, 38-year-old, presented to her doctor complaining of generalized fatigue. Her body weight was 40 kilograms, more than average. Measurement of her blood pressure in three successive visits revealed a blood pressure of 195/115 mmHg. Her investigations showed elevated serum triglycerides and decreased high-density lipoprotein. The physician assured asked her to moderate her lifestyle. يبقى دي ايه الفيزيكا؟ ايه الحاجات البوزيتيف اللي عندها يا ناس؟ عشان اول حاجه البادي ويت عندها 40 كيلو زياده. عندها 40 كيلو زياده عن ايه؟ عن الطبيعي. ها جمال بلاد بريشر كام هي ستيج؟ احسبوها ثلاثه ستيج 3 اللي بعد تريجلسيرايد مرتفع كويس هايبر ليبيديميا ايوه ودكيت هاد ال اتش دي ام والايه؟ ال اتش دي ام دكيت كويس كويس. يبقى اذا دلوقتي السن لو جينا نتكلم على السن تستخدم ايه؟ بيتا بلوكر مناسب. طب ايه اللي ضد البيتا بلوكر؟ خد الدواء لا يعني ليه ايه الجانب السيء في بيتا بلوكر في هذه الحاله؟ اها كيف الكريسور بيتاوني بيتا بلوكر؟ ان البيتا بلوكر بتعمل هايبر ليبيديميا يا جماعه. الست دي عندها هايبر ليبيديميا اساسا مش كده؟ برضه نخلي بالنا من الاشياء دي. ها ايه كمان؟ ايه تمام؟ ايه اللي انت لقيته هنا كمان؟ الويت غير الويت وال وانها هايبر ليبيديميك بس جنرال فاتيك وفي فاتيك في سكسس طيب ماشي بس يبقى اذا هوت اول سؤال بيقول لك ايه؟ How this patient could moderate her lifestyle. برضه عرفنا بقى اكسرسايز بقى ماشي كده. What are the suitable medications for this case? Adjust your answer. بيتا طيب انت هوت ايه؟ لا يعني ما ناخد بيتا بلوكر هنا مناسبة؟ لا 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 هايبر ليبيديميا مش مناسبة مش كده؟ هنا الام دي ايه؟ ممكن دي الف تو اجنس شارت والسيزايد شارت ما لهاش حاجة على الكدني ماشي كلام؟ يبقى ممكن تدي الف تو اجنس السيزايد هايبر ليبيديميا نعم ماشي هتستخدم السيزايد هو برضه ايه؟ بس مش بنفس القدر بتاع مين؟ بتاع البيتا بلوكر. ماشي الكلام؟ وحد اللي هيقول لي سيلكتف بيتا بلوكر ماشي الحال سيلكتف بيتا بلوكر ماشي الحال. طب انت بيتا بلوكر مع الستاتين تمام برافو مع ايه؟ مع الستاتين على اساس انك انت بتستخدم الستاتين هنا عشان ايه؟ يقلل لك الايه؟ البلاز او تحديدا الياسين او لا احنا مش عايزين نخش في الحته بتاعت الايه؟ ان احنا مش عايزين نسيب الهدف بتاعنا الاساسي ونعالج الهايبر ليبيديميا. احنا بنعالج الهايبر تنشن بما لا يضر بالايه؟ بالهايبر ليبيديميا. ماشي الكلام؟ زي ما بيقول احمد مظبوط انك انت تستخدم على عايز تستخدم بيتا بلوكر وتحط معاها ايه؟ نستاتين ماشي. ماشي الكلام؟ اللي بعده. ميشن ميكانيزم اوف اكشن اند ادفيرس افكتس اوف انسر 2. طيب بقى تقول بقى ايه ماشي يور بيشنت اسك يو فور يو فور اكون بتقول كنت كنت سبت ميثود وات از ذا موست لايكلي سوتبل ميثود اند واي يعني هي عايزه ايه مش عايزه اطفال دلوقتي انتريتوراين ديفايس انتريتوراين ديفايس عشان اللي بدي طيب ليه هو ايه الالترناتيف بتاعها اولا هو طبعا انتريتوراين ديفايس ده هو الانسب من حيث السن ومن حيث الحاله لان هو الحاله ايه انك انت ايه الالترناتيف بتاع الانتريتوراين انك انت تدي
هرمونال كونتراسبشن. هل الهرمونال كونتراسبشن مناسب هنا؟ ليه مش مناسب ليه؟ انكريز الهايبر لبيديز هيرفع لك الهاي بلاد بريشر وهيرفع لك البلازمات. بس ماشي ال شو اسمه الاستروجين ما يرفع الهاي دنسيتي لايبوبروتين. انت ما رضاش على الهاي دنسيتي لايبوبروتين دلوقتي. انت اللي يهمك الايه اللو دنسيتي. واخد بالك ازاي؟ اللي يهمك الايه اللو دنسيتي لايبوبروتين. هو ده المشكله. انت لو ما عندكش هاي دنسيتي لايبوبروتين او قليل مش قضيه. واخد بالك ازاي؟ القضيه ان يكون عندك ايه؟ هاي ال دي ال يكون عالي. لان هو ده اللي بيقولوا عليه ايه؟ اثيروجينيك لايبوبروتين. اثيروجينيك يعني هو ده المتسبب في الايه؟ في الاثيروجينيك. ماشي كلام؟ نعم. دكتور؟ نعم. لو جيت لك مثلا كويس انا بايك ما تفكريش كده. لو جيت لك اسمه درج ايه درج اكتب كذا واحد مع كل الميكانيزمات ولا كيف في واحد مع ميكانيزم؟ اوعى تدخل بحاجه مش عارف المعلومه صحيح. ما يمكن انا ببقى في عارف يعني انا متاكد ان في ناس بتبقى عارفه وما بتكتبش كل حاجه. مش الوقت مش عايز بقى لا الوقت كويس كافي الوقت كافي طيب الوقت بيه كافي فما تدخلش بشيء يعني. وبعدين عندك بالنسبه للبتاع عندك ثلاثه ليست يعني ما تلحقش تخلصوا كل ليست في اكثر من ستيج ها؟ يكون في اكثر 25 ستيج يعني مش تلحق مش معقول كلهم طوال في البتاع يا سامي معقول كلهم طوال يعني قلنا نص ها؟ قلنا نص خلاص خلاص خليه عندي انا مرة كيس 3 يلا يا شباب اتفضل يا باشا. Female patient pregnant in 16 week she suffered from recurrent attacks of headache. She was hypertensive. Her blood pressure was 155 ايه هي بقى البوست فاندنجز اللي انت لقيتها في الحاله دي بقى؟ اول حاجه انها بريجننت خلي بالنا بقى واحنا ان ايه بنعالج الايه بريجننت فيميل ها ايه تاني؟ مايلد هايبرتنشن عندها هيدكس هايبرتنشن انهي ستيج؟ ستيج 1 ستيج 2 احسب كويس لا تو ليه ليه 150 و ديستون من 90 اي صح ستيج 1 من 140 ل 159 ديستون والديستون من 99 هي بقى وزن فين بقى؟ هي واحد يبقى هي ستيج 1 هايبرتنسيف هنا اثنين بريجننت طيب بالنسبه للبريجننسي هنا في عندك تشويسز ولا ما فيش تشويسز؟ في في ايه رايك؟ ايه التشويس اللي عندك؟ يبقى انت هايبرتنسيف الفا ميثال دوبو الفا ميثال دوبو وهيدرلازين هيدرلازين ده في الامرجنسي يعني هو بوز من بيلي كوتا مفيهاش كلام طيب فهنا الايه؟ الدراج اوف فيرست تشويس اللي هو الايه؟ الفا ميثال دوبو وايه هو الدراج كونتر انديكيتد؟ اللي هو فانت بتديها الحاجات اللي هي الايه؟ المناسبه يعني ماشي الكلام؟ احنا قلنا الاول ايه؟ الفا مثال دبا الفا مثال دبا ماشي الكلام؟ طيب بيشتغل ازاي؟ الفا مثال دوبا ده عباره عن ايه؟ الفا 2 اجنست في البريفرال وسنترال لما بيعمل سيميشن للسنترال بيقلل السمباثيتك اوت فلو
لما بيعمل استيميليشن للبري سينابتيك الفا 2 بيقلل النور ادرينالين ريليز. ماشي يا رجاله؟ ها؟ ده الفيكس بتاعته ان هو بيعمل شويه سيديشن شويه ديبريشن الى اخره، ولكن من الادفانتج بتاعته ان هو ما بيأثرش على رينال فانكشن. ده بلاش على الفا 1. ها؟ بلاش على الفا 1. طب مش ده يا حبيبي. ثاني كلامي دي. ايوه. السيديشن ليه صار افكت؟ ها؟ السيديشن بالالفا مثال دوبل ليه؟ لانه بيعدي البرين. واخد بالك ازاي؟ وبيقلل السمساتيك اكتيفيتي. ما هي زين هذا. واخد بالك ازاي؟ بيعمل سيديشن. طيب هو زين؟ زين؟ اي مو يعني كويس. اه زين بس يعني ويز الليمتس. السيديشن يعني بتبقى ويز الليمتس. لكن لما يبقى على طول يعني سيديشن يعني بيزيد عن حده بينقلب الى ضده. ماشي كلام؟ ها؟ السايد افكتس بتاعتها ايه؟ زي ما قلنا الهيباتوتوكسيستي ممكن يعمل شويه ايه؟ ابريشن اكشر، ممكن يعمل شويه سايكولوجيكال ديبريشن، ها؟ ممكن يعمل شويه دياريه الى اخره. ها؟ منشن تو انتي هيباتوسيس دراجز او كنتم دي هم اللي هنا كنت اتكيت بقى الاس انهبيتورز والاربس. ماشي كده نكتب اسيز ولا نكتب نعم دراجز؟ لا يفضل انك انت تكتب لي دي دراجز. لا يعني تعملها سهل وتكتب اختصار. لا يعني تكتب لي انجيوتنسن كونفرتنج انزيم. ماشي كلام. والعرس اللي هو ايه؟ انجيوتنسن ريسبتور لوكاس. على اربعه خش كيس فور مير ازماتيك بيشنت سفر فروم هايبر تيبلم سفر ازماتيك بيشنت سفر فروم هايبر تيشن هيز بلاد بريشر واز 170 اوفر 105 ملي مركوري. هي هاد يوزد كابتوبريل از هاند انتي هايبرتنسيف ميديكيشن. هيز بلاد بريشر ديكريزد سلايتلي بات ان ذا سيم تايم هيز ازما بيكام وورس وذ فريكوينت اتاكس اوف كاب. كويستشن when what's the cause of the cough and increased severity of asthma? أول إيه بوست فاندينج اللي عندنا؟ أزمات البيشين هذا واحد هايبرتنس البيشين. second stage. second stage الكبت بريد إس إنهبيتور بدل استخدام صار عنده ديكريز وبعد ذلك الأزمة صارت. ووو. تفسير لي عندك تفسير يا استاذ محمد ما قدرت كابتن بريد يشتغل على ال ماشي ايه ما هو المفروض انه يؤثر على ليه زود الازمه عشان يزود البراديكينين. البراديكينين ده اللي بيعمل ايه؟ برونكو كونستريكشن. ماشي كلام. عشان كده هو ده ايه السبب ان هو يمكن الضغط يتحسن ولكن الازمه ايه مور وورس. ماشي مور وورس يعني ايه؟ ايه مور وورس ليه؟ عشان البراديكينين. ماشي ماشي. سكند كوستن يور بونير واتس سوتبل دراج ان ذس كيس سيلكتد بيتا ايه رايك سيلكت او تتينا بالبيتا 2 عشان تعمل الايه كونستركشن فما تستخدم بيتا بلوكا ممكن تستخدم سيلكتد بيتا 1 بلوكا بيتا 1 سيلكتد ماشي اي سيلكتد لكن بيتا عشان البرونكا اه لكن بيتا 2 دي ايه البرونكا كونستركت كونتا ديكيت كويس ايه كمان فالفال ها 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 ماشي بس احنا مش سائلين دلوقتي الناس اللي هم ازماتيك بنفضل عندهم الايه؟ كالسيوم شير بلوكرز. الدايبيتيك بنفضل الايه؟ الايس انهبيتورز والارابس. لسه ما روحناش يعني الكلام ما طارش من هنا. اللي عندها ازمه ما في فيها الايه؟ اللي عندها ازمه ما في فيها لا بس دي مش في مشاكل. بس احنا بنتكلم على الايه؟ الافضليه.
الأفضلية هنا مين هنا ليه أفضلية يعني بالبلد كده أو بالعربي يشتغل بروحين الدولة يشتغل بروحين إيه هو الكالسيوم جي بلوكرز هتحسن لك الضغط وفي نفس الوقت بتعمل إيه بتحسن الأزمة ماشي زي ماشي عايز تدي سازايد ماشي ادي سازايد مش مشكلة بس السازايد قلنا إن إحنا إيه بنفضل إحنا ندي سازايد في الناس اللي هم إيه الكبار في السن والبلاكس ماشي البيتا بلوكرز بنسيها في الايه في اليانج والوايت ولكن هنا البيتا بلوكر مش تقدر تدي الايه بيتا بلوكرز نان سبيسيفيك ها او نان سيلكت بتدي ايه عايز تدي بيتا بلوكر هتقول لي ايه بدي سيلكت البيتا 1 بلوكر ماشي كلام واضح مش واضح شكلك مش فاهم لا فري اكسبلين ذا ميكانيزم اوف اكشن اوف يور تشوزن دراج واضح مش كده؟ قلنا ان ايه في حالات كذا وكذا في حالات الازمات البيشنس والهايبرتنشن بنفضل الايه؟ كالسيوم جي بلوكرز ليه؟ لان ليها سموس ماسل ريلاكسنت افكت اذر ذان ذا بلاد فيسلز ماشي الكلام؟ فانت كده 10 على 10 هو ده الايه السبب اللي انت خلاك تختار او عايز تختار بيتا بلوكر قلت اخترت الايه سيلكت بيتا بلوكر تو افويد بلوك بيتا 2 الموجوده في البرونكاي اللي هو ممكن ينتج عنها كونستريكشن ماشي منشن 3 سايد افكت اوف ذا تشوزن دروب ايه سايد افكت بقى بتاعت الايه الكالسيوم شال بكر كتير بقى عندكم الايه الهايبوتنشن الى اخره الفلاشنج ومش عارف ايه ها طيب كيس 5 يلا رجعنا 50 years old male patient admitted to emergency room suffering from vomiting, irritability, and gradual loss of consciousness. A clinical examination and investigation revealed very high blood pressure, 240 over 130 millimeter mercury. And the presence of cerebral hemorrhage. He diagnosed with hypertensive encephalopathy. Question one: how can you manage this case? Stage 4. ده يتقال الأكثر من 4 ده بيتقال عليه malignant hypertension. بقول عندنا الانسفالوباتي. كويس. هتعالج ازاي يعني؟ الحالات اللي هي ده يعتبر emergency مش emergency. emergency. طيب إذا في emergency الحاجات اللي احنا نستخدمها في العلاج زي ايه؟ الألفا أنتي بيتا بلوكر لابيتالول. الفلوسيمايد. زيرتكس. الصوديوم نيتروكسايد مش كده؟ ايه كمان؟ عايز تستخدم دايزوكسايد ماشي مفيش مشاكل ماشي الانترافينس نيتروجليسرين ماشي ها؟ اقول رابط انجلسي استنى رابط لا مش ده اللي رابط مش نيتروجليسرين هو اللي رابط ايه اللي رابط؟ دايزوكسايد الدايزوكسايد ماشي كمان؟ يبقى دي ايه؟ الحاجات اللي احنا هنستخدمها mentions mechanism of action of used drugs هنقول ان هو mechanism of action عندنا ايه مثلا لو استخدمت الايه nitroglycerin nitroglycerin ده برضو بيستخدم بيعتمد في شغله على ان هو بيطلع الايه nitric oxide اللي هو بيعمل استميشن للايه جوانيلين سايكليز انزايم اللي هو بيحول الجي تي بي الى سايكلي جي ام بي منشن 3 سايد افكت اوف ذا تشوزن دراج منشن 3 سايد افكت طبعا اي حاجه ما دام باز ولا سترونج باز دايليتورز ها يبقى هتعمل لك ايه على طول اريزميا سولت اند ووتر ريتينشن الى اخره ماشي والمفروض انك انت تستخدم معاها ايه بيتا بلوكر مع الدايوريتكس لو تستخدم الفلوسيمايد يبقى لازم ايه تذكر برضه ثلاثه السايد افكتس في الحالة دي طبعا انتوا عشان لسه ما خدتوش اليورينري انا مش كاتب لكم الميكانيزمات بتاعت الدايوريتكس. هو ده ازاي؟ فيعني لو اخترت انت اهوت الفلوسيمايد مش هتعرف تكتب الميكانيزم اوف اكشن بتاعه. فيفضل انك انت تختار ايه حاجة تانية تكون عارف الايه الميكانيزم بتاعها.
واضح هذا الكلام؟ أعتقد دي آخر حاجة؟ ولا في واحد تاني؟ كويس ها؟ اللي بعده عندنا يا شباب. أمبارك. 40 years old diabetic female patient with complaint from headache, easy fatigue and palpitation. After physical examination, her family doctor told her that she has moderate hypertension and advised her to use two types of antihypertensive drug. In your opinion, what are the two prescribed drugs? نعم ايه بقى واحده الاول فيزيكال فاينس او ايه الحاجات بوزيتيف اللي انت لقيتها في الست دي في الحاله دي بركه ثابته الايج اول بص لما ديك ايج يبقى لازم يبقى كونسيدر شود بي كونسيدر ايج ودايبتيك هيديك فتيج بالبيتيشن الاعراض دي كلها بتاعت هايبر تنشن ماشي بريت هايبر تنشن ها الهايبر تنشن ده موجود لك مودريت هايبر تنشن كويس اند ادفايس ايه ايه بقى في رايك انت ايه الحاجات اللي احنا ممكن نعالج بيها الحاله دي ايه يعني بتروس ايه والارس تمام ايه كمان لا المنشنز ميكانيزم اوف اكشن اوف ذيس دراجز لوك ات ديفينيشن اوف ذيس تو هذا Mention two side effects of these drugs. Fatal or less bridge? طيب أول حاجة اللي هو بيعمل إيه؟ Hypotension, hyperkalemia, allergic reaction, dry cough أو dry cough, إلى آخره يعني. ماشي يا رجاله دي حاجه مش واضحه شكرا جزيلا